في المنديف تطيح وتعطينا صحيح، كون معانا سريح وما تبديش تصيح. عايش اختي ربي فضلك برا عطيو عليها العروسه. في المنديف الو الو عسلامة. عسلامة. معايا زياد لي طيب، هاك المخرج ما هو بتاع الحجامة هاكا ولا ليه؟ ايه انت بتاع الحجامة؟ والله بتاع الحجامة. ايش اقول لك خويا، راني حبيت نسبخ شعري نوازيت، كلمتك باش ناخذ من عندك رونديفو، وقتاش نجيك واعطيني الادريس. نجم نبعثك الفيديو ليه؟ ليه ليه خويا، من دون ذكر اسامي، تو انا نحب نجيك ليك، انت عملت اسم تبارك الله في البلاد والناس الكل تعرفك. انا قلت شعري كان نعمله اكستنسيون، اش قولك وقتاش نجيك؟ بون نجم نكلمك شكون يعمل اكستنسيون يخدم معايا، انا ما نعمل لكو كان معتا الكولوغاسيون. انت طلعت حجامة سارة في الاخر. هيا باهي باهي، اسمعني اسمع، والمكياج قداش تعمل لي؟ مكياج نجم نعمل لك على خاطر فرنسا عادة كل شيء، نجم نعمل لك اوفر. يا باهي، اما انت مخرج وحجامة في نفس الوقت؟ في نفس الوقت هكا وهكا. نعم. ويكفيقوا بيك عاد، اي ميسيرش تخدم دوبل فونكسيون. مانيش في النقابة مصمت. يا باهي، اما لا خذ 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 نمرويا، خذ نمرويا رفيقة. انا رفيقة رفيقة، قيدوا رفيقة نمرو هذاك اللي تخلك قيد. رفيقة شكون؟ رفيقة مرت محسن ولا رفيقة مرت شكون؟ لا مانيش مرت حتى حد، ان شاء الله نولي مرتك. باهي مش مشكل. ايش اقول لك حاجة يا يا زياد، انا قلت لو كان تعمل لي حمير احمر غامق، ايش قولك؟ ايه لونك انا بيذا بيذا اللج. يا انت زادها وقتاش تلقى وقت باش تعمل الحجامة وباش تمشي تخرج المسلسلات والشي والحاجات هذيك؟ نلقى وقت، خصوصا كي تم حجامة نلقى وقت. باهي اعطيني الادريسة خليني خو كيفاش؟ قريت الحجامة وبعد قريت السينما. قاعد تدور في الزير ومن دبر في راسك، راك باني دار وراك شاري كرهبة وراك عاملهم الكل. هي مش هذا موضوعنا، مش هذا موضوعنا. انا باش نجي، استنى خليني خو ورقة وستيل وترا. يا سيدي سيد المخرج نعيط لك ولا سيد الحجامة؟ ما فهمتش شنو عيط لك بالضبط. ليه كيما والله كيما تحب انت، باش كي تزين لي ما نجمش نقول لك مخرج الحق نتاعك. هيا قول لي. هيا خذيت ورقه وستيل، اعطيني الاندريسا الصحيحه. ايه يا قايد هاني قايد. هيا خمسه نهج الاقحوين. نهج الاقحوين تونس. اي وين في تونس؟ تونس العاصمه ولا في النصر ولا في المنار؟ تونس العاصمه. ليه ليه ما نمشي النصر مزاحه على التوب فتره بي تو كي نكبر برشا في الحانوته فنمشي للنصر. اسمعني تكون شي هيك الحانوته اللي وراوها في التلفزه عامناه والفك الحجامه وكل البلاد مازالوا يخدموا عندك بربي. ليه ليه ما عادش كل واحدة خرجت حالة صالون فيها واحدة كانوا حالة صالون في لبنان. فهمتك فهمتك. باهي باهي داكورد. أنا الشعر عليه مليون والصبغة عليها 3 ملايين، وانت خمم في عقلك وعاود كلمني على الرقم هذا يا بابا. لحظة باش نكلم الشوفير متاعي ونجي. باهي أوكي لله. هاي كلم البادي جارد متاعي. هاي في لمان في لمانين شعر. في المنديف تطيح وتعطينا صحيح، كون معانا سريح وما تبديش تصيح. عايش اختي ربي فضلك برا عطيو عليها العروسة. من ده.